السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مقرر التقنية الرقمية 2-2. بإذن الله سنتعرف في درسنا اليوم على مفهوم التسويق عبر البريد الإلكتروني 2. أهداف الوحدة، مفهوم التسويق الإلكتروني ومميزاته والتحديات التي يواجهها، التعرف على أنواع التسويق الإلكتروني، نصائح فعالة لاستراتيجيات التسويق الإلكتروني، التواجد على الشبكة العنكبوتية وكيفية زيادته، التسويق واسع الانتشار، مفهوم المواطنة الرقمية مع وسائل التواصل الاجتماعي، مفهوم التسويق عبر البريد الإلكتروني وأهميته، إنشاء منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني، إنشاء حملة تسويقية عبر البريد الإلكتروني. بالأدوات منصة ميلتشيمب. في درسنا اليوم سنتعرف على إنشاء منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني. تعرفنا في الدرس الماضي على التسويق عبر البريد الإلكتروني، وهو وسيلة تسويق مباشرة تتيح للشركات مشاركة المنتجات الجديدة والمبيعات مع العملاء من خلال قائمة جهات الاتصال الخاصة بها. تحول التسويق عبر البريد الإلكتروني الحديث من البريد الجماعي العام إلى التركيز بشكل أكبر على المحتوى والبريد الإلكتروني المخصص. تؤدي استراتيجية التسويق المصممة جيداً إلى بناء مجتمع حول علامتك التجارية. أنواع رسائل البريد الإلكتروني التسويقية، أولاً الرسائل الترويجية، تستخدم الرسائل الترويجية لعرض المنتجات والإعلانات والخدمات الجديدة. يمكن أن تتكون من 3 رسائل وتصل إلى 10 رسائل، وترسل على مدار عدة أيام وأسابيع. النوع الآخر رسائل خاصة بالمعلومات، وتسمى أيضا بالرسائل الأسبوعية، ويمكن إرسالها مرة كل أسبوع أو كل شهر. أيضا تساعد في الحفاظ على التواصل مع المشتركين في البريد الإلكتروني. أيضا من أنواع رسائل البريد الإلكتروني التسويقية رسائل خاصة بالإعلانات، وهي الطريقة الأفضل لإبلاغ العملاء بإعلانات الشركة وإطلاق المنتجات الجديدة والتغيرات في الخدمة، وتعتبر آمنة وفورية، وتبدو الإعلانات أكثر أهمية ورسمية من خلالها. أيضا من الأنواع رسائل البريد الإلكتروني رسائل خاصة بإعادة المشاركة، وتساعد في إعادة الاتصال بالعملاء والمشتركين الذين لم يكونوا نشطين مؤخرا، ويكون البريد الإلكتروني للتذكير أو يطلب من العميل اتخاذ إجراء بالمنتج أو الخدمة المعينة. أهمية التسويق عبر البريد الإلكتروني، يساعد في الوصول إلى العملاء المستهدفين والتواصل معهم بطريقة شخصية، بالإضافة إلى زيادة المبيعات بتكلفة مقبولة وإطلاع العملاء على التحديثات الجديدة. كيفية اختيار منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني؟ هناك عدة منصات مثل منصة سيند إن بلو وميل تشيم وكونستنت كونتاكت وكونفرت كيت وميل جيت وميلر لايت والهب سبوت. يعتمد اختيار المنصة التسويق عبر البريد الإلكتروني على عدة محددات، أهمها الميزانية ونظام الشركة. أولاً الميزانية، إذا كانت محدودة للغاية فهناك منصات تقدم أسعار رخيصة ومجانية مثل منصة ميل تشيمب، بالإضافة إلى منصة كونستنت كونتاكت لتكون نقطة البداية. أيضا من المحددات أنواع رسائل البريد الإلكتروني، تمنح أنواع رسائل البريد الإلكتروني التي تخطط لإرسالها وتكرارها فكرة عن حجم البريد الإلكتروني المطلوب، مثل عدد الرسائل التي يتم إرسالها. أيضا من المحددات التصميم، إذا كنت مبتدئا تماما في عملية التصميم فهناك خيارات، إما عملية السحب، اختيار منصة تستخدم عملية السحب والإفلات، أو منصة تستخدم التمبلت إيميل. قوالب البريد الإلكتروني الإيميل تمبلت، إذا كنت تفضل البرمجة الرسائل من البداية فيمكنك استخدام محرر لغة ترميز النص التشعبي الـ HTML. أيضا من المحددات رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات، إذا كان من المتوقع أن ترسل رسائل بريد إلكتروني خاصة بالمعاملات الأعمال التجارية فهناك خياران، إما إدارة رسائل بريد إلكتروني باستخدام خدمة منفصلة، أو
خدمة منفصلة أو استخدام منصة مثل منصة سنت إن بلو. من النصائح أيضا لكيفية تصميم بريد إلكتروني ألا يكون التصميم صعبا أو تقنيا للغاية. من خلال استخدام محررات السحب والإفلات يمكنك إنشاء حملة تسويقية احترافية ومذهلة بسهولة. التركيز على إنشاء بريد يمثل العلامة التجارية. في درسنا اليوم بعد أن تعرفنا على التسويق عبر البريد الإلكتروني وأهميته وأنواعه وأنواع المنصات التي تدعم التسويق الإلكتروني، سنتعرف بإذن الله على إنشاء منصة باستخدام ميل تشيمب. إذن سنستخدم منصة ميل تشيمب من أجل إنشاء حساب خاص بك وذلك لاستخدامه عبر البريد الإلكتروني. إذن لإنشاء حساب على منصة ميل تشيمب، أولا قم بفتح متصفح المايكروسوفت إيدج وقم بكتابة mailchimp.com. بعد ذلك قم باختيار الساين أب. بعد ذلك نقوم باختيار ساين أب فري. بعد ذلك نقوم بتعبئة البيانات الإيميل واليوزر نيم، بالعادة يكون نفس الإيميل والباسورد. احرص أن يكون الباسورد كلمة مرور قوية عبارة عن أحرف ورموز وأرقام. أيضا قم بإضافة علامة صح عند عدم تلقي البريد، بعد ذلك الضغط على الساين أب. إذن لإنشاء حساب على منصة الميل تشيم، في البداية من متصفح الإيدج نقوم بكتابة الموقع، اسم الموقع mailchimp.com. بعد ذلك الضغط على ساين أب. بعد ذلك نقوم باختيار فري. بعد ذلك نقوم بتعبئة البيانات مثل الإيميل واليوزر نيم والباسورد. بعد ذلك وضع علامة صح عند عدم تلقي البريد، بعد ذلك ساين أب. بعد ذلك سيظهر check your email، يجب التحقق من الإيميل لتفعيل الموقع. بعد ذلك سنقوم بإعداد الحساب. بعد إنشاء حسابك وتفعيله عليك اختيار خطة التسويق المناسبة لك. أولا نقوم باختيار الخطة المجانية free، بعد ذلك الضغط على next. بعد ذلك نقوم بتعبئة البيانات الفيرست نيم واللاست نيم والبزنس نيم، هنا اخترنا اسم مهرجان التمور. بعد ذلك next. بعد ذلك نحدد الغرض من نقوم بإدخال الأدرس لاين، العنوان والمدينة والبوست كود. بعد ذلك الضغط على next. بعد ذلك نختار الهدف من المنصة، هنا نختار build website to market my business or sell stuff. بعد ذلك نقوم باختيار how many email subscriber do you have. طبعا نختار انه المنصة لم تبدأ بعد، not yet. بعد ذلك next. بعد ذلك skip. بعد ذلك نقوم باختيار e-commerce newsletter، رسائل أخبارية إلكترونية تجارية. بعد ذلك finish. بعد ذلك let's go لنبدأ في منصة الميل تشيمب. إذن لإعدادات الحساب نقوم بالتطبيق العملي معا. في البداية نقوم باختيار الحساب المجاني free، بعد ذلك next. نقوم بتعبئة البيانات الفيرست نيم واللاست نيم. بعد ذلك اسم المشروع، هنا مهرجان التمور. بعد ذلك next. نقوم بإدخال العنوان والمدينة.
وعنوان البريد بالإضافة إلى الدولة. نختار الدولة المملكة العربية السعودية، بعد ذلك نيكست. بعد ذلك نختار الأهداف، بناء الموقع للتجارة، بعد ذلك نيكست. بعد ذلك نختار نوت يت، لم يتم البدء، نيكست. بعد ذلك سكيب. بعد ذلك نختار رسائل إخبارية، فينيش. الآن نختار ليتس جو ليظهر الموقع بهذا الشكل في منصة الميل تشيمب. نشاط، اختر الإجابة الصحيحة. يمكنك من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات استخدام المنصة الأفضل، ألف ميل تشيمب أو سيند إن بلو أو HTML. الإجابة الصحيحة ممتاز، سيند إن بلو. 2، إذا كنت تفضل برمجة رسائل البريد الإلكتروني من البداية، يمكنك استخدام ألف الميل تشيمب وباء سيند إن بلو وجيم HTML. ممتاز، الإجابة الصحيحة HTML. إذا تعلمنا في هذا الدرس إنشاء منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني. تم اختيار منصة ميل تشيمب بسبب عدة محددات، من أهم المحددات الميزانية. فمنصة ميل تشيمب تعتبر من المنصات قليلة الميزانية، أيضا يوجد بها خيارات بأنها مجانية، بالإضافة إلى أن منصة تشيمب تدعم التسويق عبر البريد الإلكتروني. إذا لفتح منصة الميل تشيمب، في البداية نقوم بفتح متصفح المايكروسوفت إيدج، بعد ذلك نقوم بكتابة اسم المنصة mailchimp.com، بعد ذلك نقوم باختيار ساين أب، هنا نقوم باختيار الحساب المجاني، هنا نقوم بإدخال الإيميل. دائما نقوم بإدخال إيميلك الشخصي في المنصة، اليوزر نيم، التكرار لنفس الإيميل، أيضا يتم اختيار باسورد، لا تنسى وضع كلمة مرور قوية، بعد ذلك قم بالتحقق من البريد الإلكتروني للتأكد من تفعيل موقعك على منصة الميل تشيمب. الآن بعد إنشاء الحساب سنقوم بإعداد الحساب. أولا نقوم باختيار مجاني، بعد ذلك نيكست. الآن سنقوم بتعبئة البيانات مثل الاسم الأول والاسم الأخير، نقوم بكتابة اسم مهرجان التمور، بعد ذلك الضغط على نيكست. الآن نقوم بكتابة العنوان مثل المدينة والدولة والبريد، الآن نيكست. الآن هنا نقوم باختيار الهدف من إنشاء، المنصة. هنا نقوم باختيار build website to market my business، لتسويق العمل أو بيع المنتجات. بعد ذلك الضغط على نيكست.
الآن نقوم باختيار عدد الإيميل السبسكرايبرز. Do you have؟ طبعا الآن في البداية في المقدمة ليس لدينا جهاز اتصال، نقوم باختيار none yet. بإمكانك اختيار حسب عدد المتابعين. next. الآن skip. بعد ذلك نقوم باختيار نوع الرسائل الإخبارية التجارية. بعد ذلك finish. بعد ذلك الضغط على let's go. الآن لدينا منصة ميلتشيمب، بإمكانك البدء لنشر منتجاتك وبيعها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وإرسالها عبر البريد الإلكتروني. تقويم ختامي: افترض أنك تعمل في شركة لتقنية المعلومات والاتصالات وتريد إنشاء حساب على منصة الميلتشيمب لإرسال الرسائل الإخبارية، ما المعلومات التي تحتاجها عند إنشاء الحساب؟ وضح إجابتك. شكرا لكم على حسن المتابعة.